النهارده هنتكلم عن الواكس الساخن والواكس البارد، وهنعرف الفرق بينهم ايه والمميزات والعيوب اللي لاحظتها من خلال تجربتي مع واكس افوفا المشهور جدا ومكسر الدنيا. هل هو فعلا هو كويس ولا في عيوب ايه؟ يلا بينا تابعوا الحلقه للنهايه. حلوين، عاملين ايه الاخبار؟ انا رنا داود، لو اول مره تشوفيني وما تعرفينيش بقدم ريفيوز عن منتجات كتيره جدا تخص السكين كير. تقدري تتابعيني هنا على اليوتيوب، وكمان تقدري تتابعيني على التيك توك، على كواي، على الفيسبوك، على اي ابلكيشن اكتبي رنا داود ريفيو اون هتلاقيني ظاهره قدامك، وهيكون شرف ليا ان انتوا تنضموا لعيلتي هنا او هناك. وعلشان ما يفوتكيش ولا ريفيو معايا اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس اللي جنبه عشان تضمني ان يوصلك النوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليكو. النهارده هنتكلم في الريفيو عن الواكس. الواكس تقريبا بقاله سنتين يقلب الدنيا وناس كتير بتجربه، وناس عايزه تعرف هو كويس ولا لا، وناس خايفه من التجربه، وناس بتستخدم الشفرات عايزه تستخدم الواكس وخايفه من التجربه. فانا قررت ان انا اجرب جميع الانواع واقول لكم الفرق بينهم ايه وايه هي مميزات الواكس اللي لاحظتها وعيوبه ايه في الريفيو النهارده. ومن خلال تجربتي انا جربت افضل نوع في الواكس هو افوفا. البراند دي مصريه وانا ما اكتشفتش ان هي مصريه خالص الا من خلال تجربتي وانا بجرب. اول حاجه هنتكلم عنها هو شكل الواكس او ازاي ان احنا نفرق بين الواكس. الواكس الساخن بيبقى عباره عن حبيبات صغيره بتتحط في جهاز كده للتسييح، ان هو بيسيحها، وتبداي ان انت اول ما تسيح تستخدمي او ان انت تقلبيها بعصايه خشبيه كده، وبعدين تستخدمي وهو ساخن على بشرتك. والواكس البارد بيبقى عباره عن سائل موجود في برطمان جاهز دايما على الاستخدام في اي وقت وسريع جدا. طيب انواعه ايه؟ الانواع مفيش فرق بينهم الا الروائح فقط لا غير. بينزلوا روائح كتيره جدا، يعني مثلا عندي هنا تقريبا انا جربت كل الروائح. عندنا هنا بالفانيلا والكوكونات، عندنا هنا بالفواكه الاستوائيه شيري بلوسوم، عندك كمان بالزهور، بفحم النعناع، بالعجينه السوداء الافريقيه، كله واحد في نفس المكونات. الاختلاف بس في البرفيوم او في ريحه العطر اللي داخله في التكوين. الريحه دي اللي هو ريحه الذهب او ريحه ذهبيه حلوه كده، دي مش موجوده في الواكس الساخن. وبينزل من الروائح الكتيره اللي انا ذكرتها دي في الواكس البارد بالظبط نفس الروائح دي بتنزل هنا بالظبط. فانت بتقدري ان انت تختاري الريحه الحلوه اللي تناسبك وتحبيها. طيب الطريقه الصحيحه لاستخدام الواكس الساخن او بارد، ان احنا اول حاجه ان احنا نقشر بشرتنا. لازم نقشر بشرتنا مثلا قبلها بثلاث ايام او اربع ايام. ما ينفعش ابدا ان انت تقشري بشرتك اليوم اللي هتستخدمي فيه الواكس. في بعض البيوتي سنترز لما تيجي عروسه تعمل واكس او كده بيبداوا ان هم يقشروا البشره في نفس اليوم وبعدين يبداوا ان هم يعملوا الواكس او السويد. الحركه دي غلط جدا لان البشره بتكون فيها التهاب، فانت ممكن يحصل بعد كده مشاكل. انت بتقشري بشرتك قبلها بثلاث ايام او باربع ايام. تاني حاجه ان احنا لازم نرطب بشرتنا قبل وبعد استخدام الواكس في النوعين. فترطيب البشره مهم جدا في استخدامك للنوعين لان هيحمي بشرتك طبعا من الجفاف بعد عمليه ازاله الشعر. في الواكس الساخن بنبدا ان احنا نفرد طبقه من الواكس الساخن على الجلد او على المكان اللي انت حابه تشيلي منه الشعر، وطبعا لازم يكون ساخن، وتفردي طبقه سميكه. ما ينفعش ابدا ان انت تفردي طبقه رفيعه، لان لو فردتي طبقه رفيعه هيبدا ان هو يحصل تتقسم وقت ازالتك للشعر. وبنفرد الطبقه دي باتجاه نمو الشعرايه، لكن وقت ما بنزيل بنزيل عكس اتجاه الشعرايه. الخطوات دي طبعا مهمه جدا يا بنات علشان تحافظي على بشرتك. في الواكس البارد احنا بنحط طبقه رفيعه خالص وتبداي ان انت تشيليه باستخدام القطع القماش اللي بتيجي معاه. الواكس الساخن الطبقه اللي انت بتفرديها على ايدك دي بتحس ان هي بتبرد او بتتجمد سمنه على ايدك، وبعدين بتحطي طبقه سميكه زي ما انا ذكرت في طريقه الاستخدام. بيلزق الواكس الساخن ده في الجلد وفي الشعر نفسه، فبيبدا ان هو مش بيشيل طبقه من الجلد، لا هو بيشيل الخلايا الميته اللي موجوده في الجلد. زي مثلا عمليه التقشير او السكراب اللي احنا بنعملها لجسمنا، هو تقريبا حاجه مشابهه للموضوع ده. عشان كده بقول لك ما ينفعش ابدا ان انت تعملي تقشير
وازاله للشعر باستخدام الوكس في نفس اليوم سواء بارد او ساخن. وهو طبعا بيبقى الحل الامثل المناسب بما ان هو بيعمل سكراب للمناطق الحساسه او منطقه البكيني والاندر ارم. وعجينه افوفا البيضه دي تندرج تحت طبعا الوكس الساخن. انا بدات استخدم العجينه البيضه دي في ازاله الشعر تقريبا انا استخدمتها لكل المناطق الموجوده في جسمي رغم ان هي مكتوب عليها للوش وذا سنسيتيف اريا، بس انا ما افضلش ابدا انك تستخدمي الواكس او تستخدميها على بشره الوجه. استخدميها فعلا على السنسيتيف اريا هتبقى حلوه جدا سواء اندر ارم او منطقه البكيني هتزيل الشعر كويس جدا. تقريبا انا جربت كل الروائح مفيش اي اختلاف خالص بينهم الا مجرد روائح. اول ما بتشتري العجينه البيضه دي بتفتحيها بتلاقي فيها هنا في العلبه قطعتين بالشكل ده. وخدي بالك هنتكلم برضو على الاوريجينال والنوت اوريجينال عشان نزل منها كتير في الاسواق نوت اوريجينال ومش حلو خالص. وكمان موجود هنا في زي نشره داخليه او حاجه كده بتقول لك طريقه الاستخدام بكذا لغه وبالشكل ده. طيب احنا بيبقى فيه قطعتين في الصيف عشان الحر وعلشان كده بستخدم تقريبا الاثنين. في الشتاء بستخدم قطعه واحده بس بتقضي الجسم كله. المميزات ايه؟ ان هو اول حاجه ان هو محطوط هنا في حاجه زي ورق المونيوم كده اول ما بتحطيه انا تقريبا بقصه بالمقص وببدا اشيله بتلاقي قطعه العجينه البيضه دي مش لازقه فيه خالص. في بعض الاحيان لقيتها فعلا لازقه ويعني تقريبا اتعذبت جدا على بال ما طلعتها منه، بس كنا وقتها في حر جدا فاعتقد ان هو ده السبب. جاهزه اهي على الاستخدام رغم ان انا ما فتحتهاش، هي جاهزه على الاستخدام. كمان ان القطعه دي ممكن تكفي جسمك كله ولو في حر شويه تستخدمي القطعتين. الريحه حلوه بتثبت معاكي وقت الاستخدام بيشيل الشعر جدا. الالم يعتبر بسيط بالنسبه للسويد ما بتحتاجيش تسخنيها كذا مره. دي كلها مميزات فيها. الترطيب بتدي ترطيب شويه للجسم عكس السويد ان هي ممكن مثلا تجمد على ايدك وتبداي ان انت تشيلي وتلزقي والكلام ده كله، فهي افضل كتير جدا من السويد. طيب العيوب ايه؟ ان هي بتسيب بواقي بسيطه كده، طبعا هي بتروح مع الشعر، بس من ضمن العيوب ان هي بتسيب بواقي بسيطه، ان في منها تقليد كتير وانت لو جربتي التقليد هتقولي عليها مش كويسه خالص. كمان من ضمن المميزات ان هي بتشيل الخلايا الميته اللي موجوده في الجلد، فطبيعي هتبقى مناسبه جدا لمنطقه الاندر ارم او البكيني، هتفتح بمرور استخدامك هتفتح والمها بيكون بسيط. هو مفيش ان هو مفيش الم، لا هو في الم بس يعتبر بسيط، انا مش شايفاه الم قوي جدا. ولو عايزه ان انت ما تشوفيش اي الم منها خالص ممكن انت تستخدمي المخدر ده، هسيب لك الاسم هنا هيظهر لك على الشاشه وشكله. وتركية مني كده علشان المخدر ده جسمك ما يتعودش عليه ويجيب نتيجه على طول. اديني طبقه من المخدر الاول وبعدين ابداي لفي حوالين المنطقه اللي انت هتزيلي منها الشعر واستخدامك للمخدر، لفي استرتش. الاسترتش الشفاف ده او النايلون بتاع الاكل لفي وبعد نص ساعة أو ساعة شيل الاسترتش وابدأي زيل الشعر مش هتحسي بأي حاجة. العجينة البيضة دي أو الوكس الساخن ده بيتناسب مع أي نوع بشرة أو بيتناسب مع البشرة العادية الدهنية المختلطة الجافة، حلو قوي بالنسبة لها. عندنا هنا ازاي نقدر نفرق بين الأوريجينال والتقليد في ده؟ أول حاجة هنا زي ما انتم شايفين في العلبة الخارجية هنا عندك ستيكر مكتوب عليه أفوفا أوريجينال، دي لازم الستيكر ده لازم يبقى موجود على الاوريجينال. كمان في بعض الاحيان بتبقى متغلفه من هنا، اول ما بتفتحي كمان العلبه بتلاقي على العلبه منقوش من جوه اسم البراند اللي هي افوفا. كمان العجينه نفسها محطوطه بالشكل ده في ورق الومنيوم مكتوب عليه افوفا. التقليد بيبقى مفيش الكلام ده، مفيش طبعا الستيكر ده، مفيش العجينه محطوطه في حاجه شفافه تبقى باينه منها مش في ورق الومنيوم كده. وطبعا اول ما بتيجي تفتحيها بتلاقي العجينه ملزقه وزي الزفت في التقليد. فلازم انت تبقى عارفه ان انت تشتريها وتكوني واثقه ان هي الاوريجينال. انا شاريها طبعا علشان تضمني من الصيدليه اضمن مكان علشان ان انت تبقى عارفه، وسعرها بره نفس سعر الصيدليه ب 15 جنيه.
طيب افضل الروائح اللي حبيتها من افوفا، تقريبا هم كلهم حلوين جدا، الفانيلا والكوكونات بتحسي بهدوء شويه وبتحسي ان هو بيعمل زي ريلاكسيشن كده للجسم، بس الاغلب حلوين جدا. وانا حبيت العجينه البيضه، كانت الانسب بالنسبه لي في ازاله الشعر مثلا من منطقه البيكيني والاندر ارم، ما حبيتهاش قوي في الايدين او الرجلين لان في المناطق دي بيبقى الشعر فيها خفيف، فانا حسيت ان هي تعبتني شويه في استخدامي سواء للايدين او للرجلين. نتكلم عن الكولد واكس، هو الواكس البارد. المفروض النوع الاسمراني ده او العلبه السمراء دي مخصصه لازاله الشعر الكثيف. بقيه الانواع نفس الروائح ونفس كل حاجه في اللي انا وريتها لكم في العجينه البيضاء بينزل منها واكس بارد. طيب الوقت البارد ده بيبقى بجيب العلبه زي ما انتم شايفينها كده، سعرها 75 جنيه، انا جايبها من الصيدليه، تيجي هنا متغلفه بستيكر هنا لو انتوا ظاهر قدامكم الستيكر ده، بتبداي انت تفتحيه اول واحده، بتفتحي هنا بتلاقي البرطمان ده طبعا بيبقى مغلف طبقه من البلاستيك، بيجي كمان معاه شرايح القماش للاستخدام، وكمان الاداه اللي انت بتفردي منها بيها طبقة الواكس بس كده، ونشرة داخلية مكتوب فيها طبعا طريقة الاستخدام وكل ده، وكل ده هيبقى ظاهر قدامكم طبعا على الشاشة. البوكس البارد ده بيبقى عبارة عن سائل موجود في البرطمان ده، بتبدأي ان انت تحطي، شايفين مثلا، تبدأي تحطي طبقة من الواكس البارد ده على الجسم او المنطقة اللي انت هتزيلي الشعر منها، وتبدأي تفردي العجينة دي او الطبقة دي بشكل رفيع جدا، كل ما هترفعيها كل ما هتدي نتيجة. طب هيحصل ايه لو سبتيها سميكة؟ هتحصل ان هي هتلزق في قطعة القماش، مش هتشيل الشعر خالص. احنا بنحط الطبقة الرفيعة دي ونبدأ نرفعها او نرققها باستخدام الاداة دي، دي مخصصة كده. طبعا اول ما بتحطي القطعة القماش تضغطي عليها بس سنة كده تلزق فيها وتبدأي تشدي، بتلاقيها بتشيل الشعر في ثواني. الطبقة اللي انت بتحطيها دي ملهاش اي علاقة بالجلد، فعلشان كده بيبقى الالم بسيط، لان هي بتلف حوالين الشعر فقط لا غير، ملهاش اي علاقة خالص بالجلد. المميزات ان هو سهل في الاستخدام، بتقدري ان انت تستخدميه في اي مكان معاكي وانت مسافره، محطوط عندك قدامك في التابلت، لقيتي شعر وعايز تشيليه في ثواني، بيبقى سهل جدا في الاستخدام وسهل في السفر وفي كل الاماكن دي. كمان من ضمن المميزات ان هو الالم تقريبا مفيش الم، يعني تقريبا مثلا علشان اكون صريحه معاكم مثلا 2% او 1%، بس فعليا ما بتحسيش. اللي هيحس بالالم اللي هم مثلا اصحاب البشره الحساسه او البشره الجافه. طب هل هو مناسب لاصحاب البشره الحساسه؟ ايوه هو مناسب جدا وحلو جدا لاصحاب البشره الحساسه، ومناسب لجميع انواع البشره ما عدا البشره الجافه. لو انت بشرتك جافه، بشره جسمك جافه وعايزه تستخدميه ويكون كويس معاكي، لازم ترطبي كويس جدا قبل وبعد زي ما انا ذكرت طريقه الاستخدام في البدايه. طب ايه هي العيوب؟ ان هو مش بيشيل الشعر من الجذور من اول تكه يعني ولا اول شده، لو الشعر عندك بسيط او جذور بسيطه لا مش هيشيل خالص، هتضطري ان انت تعملي مره واثنين وثلاثه، وطبعا ده هيهدر في قطع القماش اللي موجوده. قطع القماش دي بتقدري ان انت تشتريها بمنتهى السهوله لوحدها متوفره، وتقدري كمان ان انت تقسميها زي ما انت عايزه، تقدري تستخدميها. تقريبا انا استخدمتها قطع القماش مره او اثنين بس، جيت اجربها تاني ما نفعتش معايا. كمان من ضمن المميزات ان انت بعد ما بتخلصي تقريبا ما بتلاقيش اثار للواكس البارد موجوده على جسمك، حتى لو في اثار بسيطه بتزول في ثواني بالشاور او مثلا باستخدام الميه، بتلاقيها بتزول بسرعه، مش مثلا بتمسك بقى ولا بتبوظ المكان اللي حواليكي ولا الكلام ده. حتى الموضوع ده انا ما لاحظتوش في الواكس الساخن او العجينه البيضاء من افوفا، بس الافضل او كنظافه في طريقه الاستخدام هو الواكس البارد. واخيرا انا حبيت الواكس البارد جدا في استخدام الايدين والرجلين، المناطق اللي فيها شعر خفيف، ما حبيتهاش خالص في منطقه البيكيني او الاندر ارم، رغم ان انا جايبه الجولد ده المفروض ان هو للشعر الكثيف، بس لا مش مناسب خالص لكميه الشعر. لو انت مشعره الموضوع مش هيبقى كويس معاكي، ومش هتحبي ابدا الواكس البارد، هتفضلي الواكس الساخن او العجينه البيضاء من افوفا. لو انت الدنيا هاديه معاكي ومفيش شعر الا بسيط،
ده هيبقى حلو جدا معاكي وهتنبهري بيه وطريقه استخدامه سهله جدا. بينزل كمان من اوفوفا بادي سبلاش، انا اكتشفته وانا بجيب الحاجات دي فقررت ان انا اجربه على اساس ان تبقى الروائح كلها واحده. يعني بينزل من البادي سبلاش ده بنفس الروائح بتاعه العجينه البيضاء وبتاعه الواكس البارد. البادي سبلاش ده بريحه الفواكه الاستوائيه، هيبقى حلو قوي لما تستخدمي نفس الريحه بتاعه الواكس اللي انت جايباه. هو طبعا فيه كحول وفيه ميه مقطره وجليسرين وعتروبلون. اللون طبعا ده من ضمن العيوب بتاعته، هو سعره حوالي 100 جنيه. البادي سبلاش بتقدري ان انت تستخدميه بمنتهى السهوله على الجسم مباشره. العبوه نفسها حلوة تقيلة، بلاستيك بتاعها تقيل وان هي تقدر تقعد معاكي مدة طويلة. سعرها كمان حلو جدا وساعات اوقات بينزل عليها عروض. يعني انا جايبة دي ب 100 جنيه من الصيدلية وشفتها في زهران ماركت عليها عرض ب 80 جنيه. العطر ده الفواكه الاستوائية ده هيبقى مناسب ان هو صيفي اكتر، بتحسي بانتعاش حلو قوي بعد ما تستخدميه وبعد ازالة طبعا الشعر، تحسي كأنك لابسة هدوم جديدة، كأنك منتعشة كده، في انتعاش فيه. جربت كمان الشيري بلوسوم، هو حسيته فيه دافي شويه عن ده، حسيت ان هو يكون مناسب اكتر للاستخدام الشتوي. عندك كمان الفانيلا والكوكونات، هو مش نفس الريحه قوي في العجينه البيضاء، يعني انت مثلا بتحسي في العجينه البيضاء بجوز الهند وريحه الفانيلا مع بعض. انا حسيت هنا ان هو كله فانيلا بس مسكر، ريحه حلوه برضه. البادي سبلاش بنفس الروائح اللي انا ذكرتها، بينزل منه اربع روائح بس، اللي هو جوز الهند، الزهور، الفواكه الاستوائيه، الشيري بلوسوم. دول الاربع فواكه اللي بينزلوا من البادي سبلاش. بس كده هو كان الريفيو النهارده عن افوفا والمنتجات اللي جربتها منهم. اتمنى ان الريفيو يكون كان عاجبكم وكان مفيد بالنسبه لك وقدرتي تعرفي الفرق بين الواكس البارد والواكس الساخن بمنتهى السهوله. وما تنسوش تتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، هستناكم دايما، وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان تضمني ان يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد بقدمه ليكم. هتوحشوني جدا. رنا داوود، باي باي.